مالك ايه يا عبده؟ انت بتدور المكان على الفاضي؟ اعمل ايه يا طعمه؟ اصلي انا لما بشوفك بتخبل يا حبه عيني. هو ده الشبشب يا عبد؟ لا، ده مش الشبشب يا طعمة، ده قلبي. يا لهوي، ده بشر رجلي. احسن قلبك يوجعك. ما 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 ما, ما تسيبيها يا طعمة. طعمة، انا حاسس انك كتير عليا وانا قليل عليك. ما تقولش كده يا عبد، ده انا كفاية عليا انك بتحبني. يعني صحيح هنتجوز يا طعمة؟ احنا مخطوبين، ولولا حكاية خالتي كان زماننا متجوزين من زمان. ربنا يقرب البعيد. طيب اسيبك بقى يا عبد، اخد الشبشب معايا. لا، سيبيه، خليه معايا. اصل طول ما هو معايا هنا بحس انك انت جنبي. فوتك بعافية يا عبد. مع السلامة. مع السلامة يا طعم. مع السلامة. مع السلامة يا طعم. خلص بقى يا عم صابر، المعلم زمانه جاي وانت عارف لما عارف ما تكملش، بيبقى مسروع على الفلوس زي ما مسروع على الدنيا. ما بلاش يا عم صابر. يا نهار اسود، المعلم وصل. هات يا عم صابر، هات. يا فتاح علينا، مساء كريم. ايه الاصطباحية يا معلم؟ ايه ده يا معلم؟ انا مش قايل لك 100 مرة تفلطهم يا حاضر يا معلم. صباح الخير يا معلم. نعمين. الرب تعبنا قوي يا معلم، وعايز اروح لدكتور. طب ما تروح. يلزمني قرشين سلفة وبخصمهم من يوميتي. وانا فاتح فرن ولا بنك تسليم؟ يا جدع انت مش بتاخد يوميتك على داير مليم؟ طب ليه بقى العين الوحشه دي؟ وانا سفرود. نعم يا معلم. هات لي قهوه ساده، حاجه تحرق الدم مع الصبح. من عينيا يا معلم. يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم، دي حاجه تجنن. يا ضايع على فين؟ معلش يا طنطاوي، معلش، ربنا موجود. انت جنبك ايه بس يا صابر؟ ما انت كمان حملك تقيل قوي. ده مين يا هذا الوليه اللي جايه هناك؟ دي مرات صنباط يا معلم. العواف يا معلم داخل. نعمين. اعمل معروف يا معلم. هي ايه الحكاية في طولك في عرضك؟ اعمل معروف، اعمل مطلوب. انا فاتحين فرن ولا تكيه؟ صنباط يا معلم. ماله صنباطي؟ من رجالتك وطول عمره تحت رجليك. ده بقاله 6 شهور ما جاش الفرن. عيان يا معلم. طب كنت اسال عليه. الله، انت جاي تقطميني بقى يا معلم. ده صدره باظ من وقفته قدام بيت النار. ده بيموت يا معلم. الموت علينا حق. اعمل معروف يا معلم، انا عايز الفلوس عشان اجيب له الدواء. وادي الروشتة اهي. لا، ده واجب، وواجب زي ده ما يفوتنيش ابدا. انت سيبي لي الروشتة وانا هشتري له الدواء، وحاجب نفسي عشان اطمن عليه. مع السلامه. كتر خيرك يا معلم. الف سلامه، ما تنعيش هم،
ده غير الفيشاوي ده. لا لا ده غير الشهاوي. الشهاوي شهاوي. اظن ده بحارة المغربية. ده حارتنا المغربية حارتكم؟ ايوه. طب تعال قبل ما تعال لو سمحت نوبك صابت ورهاني من عناية. بنا خليك انت ابن حلال. انت ابوك اسمه ايه؟ سلام. الدواء. الدواء؟ لا مؤاخذه يا معلم. اتفضل. امال فين الصنباطي؟ اتفضل. لا باس عليك يا صنباطي. شد حيلك يا راجل. شده وتزول. ربنا يخليك يا معلم. ويخليك يا اخويا. ابو الاصول. اهلا بيك. الف لا باس عليك. انا حاسس اني اموت يا معلم. يا راجل فلا الله ولا فالك. ده انت بكره هتخف وتبقى زي الرهوان. حلفتك يا معلم. اؤمر اؤمر. خلي بالك من وداد دي مهما كان ملهاش حد غيرك. لا اطمن انت واستريح. وداد خلاص انا حطيتها في مخي. وكمان انا هبقى اجي اطل عليك يا صنباطي. فوتك بعافية. شد حيلك. وصل المعلم يا وداد. ربنا يخليك يا معلم داغ. ربنا يكرمك. اعمل لك شاي يا معلم؟ اعملي لي يا. حرام عليك يا معلم. استر عرض ولا ايه؟ ده احنا ناس غلابة. بقول لك ايه؟ الحي يبقى من الميت. يا وداد يا معلم حرام عليك. انا كنت احب اديلك 100 جنيه لكن ما معيش فكه. خدي العشره دي. خدي والباقي تبقي تيجي العوامه تاخديه.